مصطفى محمد، رأيك في أدائه إيه؟ هو مصطفى طبعا يعني مصطفى لعيب كبير، ويمكن بدايته في تركيا كانت بدايه كويسه جدا ومبشره. يمكن انا فاكر ان مصطفى بعد يعني اتصاب، وبعد الاصابه الامور اختلفت معاه برضه. صح. شايف ان يعني انا شايف مصطفى من اللعيبه اللي تقدر ترجع نفسها بسرعه، وشارك في ماتش المنتخب الاخير. صح. الحمد لله وجاب جول. انا شايف ان مصطفى تنصحه في ايه في لقطته الاخيره مع المنتخب؟ يعني ودي النقطة دايما اللي يعني اللي يعني معظم اللعيبة الطبيعي انهم يكون عندهم، خاصة لما بيلعبوا في الليفل العالي ده، موضوع الثبات الانفعالي شوية، ان انت تقدر تسيطر على افعالك وتصرفاتك في وقت معين، لان انت عارف ان السبوت دايما على اللعيبة الكبيرة. يعني تقول له ايه؟ لا يبقى اهدى شوية. يبقى اهدى شوية طبعا. لقطة ما ينفعش مع المنتخب هي، انا ما كنتش عارف يعني عامه كلاطه ما تنفعش طبعا، لكن انا ما كنتش عارف يعني ايه اللي وصل الظروف لكده. مش مهم دي بقى، مش مهم. شوف انا مشيت معاك الحلقه كلها، دي بقى ما فيهاش اسباب، يعني مش مهم نعرف. لا طبعا هي هو كموقف، إيه هو كموقف طبعا لا ما ينفعش طبعا، لكن بس لازم يبقى يكون عنده ثبات انفعالي شويه.